الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبتم وطاب لقاؤكم. رؤيا الطفل وزنه ثقيل في المنام. من يرى في المنام أن هناك طفل ثقيل الوزن في المنام علامة على الخير والرزق الذي سيناله، والله أعلم. تدل رؤية الفتاة العزباء بطفل ثقيل الوزن في المنام علامة على الزواج القريب، حلم طفل ثقيل الوزن في المنام وكان يبكي كثيرا، والله أعلم، علامة على الإخفاق والفشل في الحياة. تدل رؤية وجود طفل ثقيل الوزن في المنام علامة على السعادة والأفراح القادمة. رؤية غرق الطفل في المنام، والله أعلم، علامة على الأرباح الواسعة والرزق الواسع لصاحب الرؤية. حلم غرق الطفل في الماء بالمنام علامة على المشاكل والأزمات التي يعاني منها صاحب الرؤية. تدل رؤية غرق الطفل في المنام تكون إشارة على إنذار بالخسارة المالية التي يمكن أن يشاهدها صاحب الرؤية. رؤية الرجل أن هناك طفل صغير يغرق في البحر، والله أعلم، علامة على مروره ببعض المشاكل والأزمات التي تؤرق حياته تلك الفترة. والسلام عليكم ورحمة الله.